شده ويبغى الشديد يبغي اللي ما تحس منه الحساب عندها بالمحتفل دايم رصيد بينها وبين النواميس انتساب التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام نجدد لكم التحية مع تجدد أشواطي هذا اليوم بالنسبة للحقايق ويسير شوطنا الثامن الخاص بمنافسة الجعدان نتابع الصدارة والمركز الأول وهذا شاهين أحمد بن محمد بن غنام الهاملية يتقدم على مقدمة الشوط والبداية بينما نغلتنا على المركز الثاني هذا طاير عبيد بن محمد بن مرخان الاختبي بينما في المركز الثالث وفي المركز الثالث هذا يأتي الآن ناصي حمدان بن محمد بن سالم الاختبي بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع هذا ناصي سلطان بغذي بن حميد الغفيلي بينما ناخذ اللي على المركز الخامس وهذا الان الشامخ سلطان بن مطر بن شمي الاختبي هذه هي نتيجتنا وندائنا للخمسة المراكز الاولى اوينا لمسامعكم هذه الاسماء بينما سامي وشعارات اللي منطلقة ناموس هذا الشوط خلف الكادر الإعلامي وعودة من جديد إلى البداية عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى شاهين أحمد بن محمد بن غنام الهاملي على المقدمة على المركز الأول منطلق بينما في المركز الثاني في المركز الثاني يأتي الآن يأتي ناصي حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي بينما راغب الوصول راغب الانطلاق مع المركز الثالث وفي المركز الثالث هناك يأتي الشامخ سلطان بن مثر بن شميل الاكتبي والطاير عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي يتقدم مع المركز الرابع أما في المركز الخامس هذا الباهر الباهر مهير بن محمد بن مهير بن دري المنصوري على ما اعتقد اللي قادم وشعار بن سالمين واصل وشعار رعد وشعار بن خلفان قادم الاسماء اللي قادمه الشعارات اللي واصله مع الاعلان الاخير مع الاعلان الاخير عوده الى شعارك يا بن شميل 1200 عن خط النهاية 1200 وهذا مسيطر الشامخ سلطان بن مطر بن شميل الاكتبي بينما ياتي مع المركز الثاني شاهين احمد بن محمد بن غنام الهاملي المركز الثالث المركز الثالث يتقدم الباهر مهير بن محمد بن مهير بن دري المنصوري الله المركز الثالث المركز الثالث او في المركز الرابع هذا الغزال الغزال وكأنه يغازل الفوز محمد بن راشد بن خلبان ايضا الكعبي يلا يلا يا ابو سعيد يلي تابع في التضمير المركز الرابع المركز الرابع دخول عليها الان واصل المحيط خليفه بن عبد الله بن ياعد الحميري الحميري واصل وهناك ممتاز ممتاز غصاب بن مصبح العطيري العامري يلا يا ابو سعيد يلا هنا بدأت جولة الأوامر النهائية روح يا بن شميل روح يا بن شميل بن ياعد ورا عطيره بن ياعد ورا عطيره الله 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 بدأت المعركة بدأت المعركة الشامخ 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 وهنا الآن يتقدم يا ذي لحم المحيط المحيط وهناك أيضا ممتاز من الجانب الآخر الله إلى سويحان سويحان السلام يبدو أن إلى أهالي سويحان الوصول الآن من أيضا سولجان قصي بن حمد بن محمد الحيدي يتقدم بهذه الانطلاقة ولكن إلى سويحان يبدو أن الفوز معك يا خليفة يا بن عبد الله يا بياعد يا الحميري واصل سولجان سولجان الأمتار الأخيرة الأمتار النهائية الله 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 المحيط 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 الأسواحان تهانينا والناموس لخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري على فوز المحيط المركز الثاني سولجان لا أقصي
بن حمد بن محمد الحيدي، بينما في المركز الثالث الشامخ سلطان بن مطر بن جبيل الكتبي، المركز الرابع وصل فيه أيضا اللي هو ممتاز غصاب بن مصبح العطير العامري، المركز الخامس وصل أيضا موادع لسيف بن حميد بالدويس الشامسي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى، عودة للتوقيت الزمني ساعة الوصول إلى خط النهاية بأربع دقائق وأربع وأربعين ثانية. تهانينا لمالك المحيط خليفة بن عبد الله بياع عبد الحميري وسعته صباحا يا هالي سويحان على هذا الفوز وهذا الانتصار.